سكايب من عمان رنا الحسيني، الصحفية والناشطة ومؤلفة كتاب جرائم الشرف. مرحبا بك معنا سيدة رنا الحسيني. يعني أنت مطلعة على هذا الملف عن كثب من خلال ربما عملك الميداني وبحثك بشكل مفصل عن جرائم الشرف في باكستان. كيف تلخصين لنا وضع جرائم الشرف وأسبابها في باكستان، خاصة مع يعني كلما تقدم الوقت والزمن وزاد الناس انفتاحا في دول العالم على بعضهم، نتابع أرقام صادمة تشير إلى ازدياد نسب جرائم الشرف في باكستان؟ طبعا هلا ما يسمى بجرائم الشرف هي بكل العالم مش بس باكستان، زي ما تفضلت حضرتك انه او البرنامج اللي طلعتوه هلا انه في تغير القانون، ولكن احنا لما تتغير القوانين بشكل عام مش راح تشوف تاثيرها مباشره. يعني لما يتغير القانون عبين ما الناس تعرف انه القانون تغير وعبين ما الناس تبدا تتعود، ما راح تشوف انه مش راح تلاقي انه الرقم نزل. بالباكستان في عندك عدد السكان 190 مليون، يعني عم تحكي حسب احصاءات هلا عم بتطلع 2016، يعني 190 مليون رقم كثير كبير. اذا بدك تقارنها مثلا بدول ثانيه، زي اذا بدنا نحكي اليمن قبل المشاكل تقريبا كانوا 300 حاله بالسنه، سوريا برضه قبل مشاكلهم كمان حوالي 200-300 حاله. فهي كله بيعتمد على عدد السكان، على يعني في اكثر من عامل هو إلى دخل بما يسمى بالشرف. طيب سيدة رنا، يعني أين القصور؟ هل هو في بالفعل عادات وتقاليد كل بلد التي يعني تسامح أو تشجع على ارتكاب جرائم الشرف، أم بالقوانين التي لا تطبق بالفعل؟ يعني كما ذكرت في باكستان، في مصر هناك بعض القوانين ولكن على أرض الواقع لا تطبق بشكل فعلي. أين تجدين القصور في هذا الموضوع؟ القصور هو أكثر من شيء، يعني ما بتقدر تيجي تحكي انه اذا القانون هو المشكله، اذا في اكثر من عامل. اول عامل انه لا زالت بعض المجتمعات بتنظر للمراه نظره دونيه وبتحملها مسؤوليه سمعه وشرف العيله، فعشان هيك هلا طبعا باكستان في رجال بنقتلوا كمان. الفرق يعني انا برايي عن بقيه الدول، خلينا نحكي يعني هذه اسباب الجريمه انت تتحدثين عنها، انا اقول لك يعني لماذا لا تنخفض؟ اين سبب، اين القصور في عدم انخفاض معدلات جرائم الشرف سواء في العالم العربي او في التقرير الذي سلطنا الضوء عليه في باكستان؟ السبب هي رح تنخفض بس بدها وقت. لما الناس تبدا تحس انه القانون عم بتطبق صح، لما الناس تحس انه في رح تتعاقب على هاي الجريمه، هذا رح يخفف. زياده الوعي، زياده تمكين المراه، يعني الناس المجتمع لما يبدا يحس انه المراه لازم يكون لها دور اهم من الدور اللي هي عم تلعبه تبدا تتغير. يعني احنا بالاردن اذا بدي اقارن لك، بالاردن عندنا النسبه بدات تنخفض بالنسبه لما يسمى بجرائم الشرف بسبب الجهود اللي اشتغلناها. بالباكستان على فكره في كثير جهود كبيره. بسبب ماذا سيده رنا؟ بسبب الجهود يعني كثير كل المجتمع تحرك والحكومه والعائله المالكه الكل تحرك وتغيرت قوانين. وقبل شهر بشهر 8 تم تعديل قوانين ما لها دخل ما يسمى بجرائم الشرف، وهلا ولا حدا بالاردن بيستفيد من العذر المخفف. ولكن مش كل البلدان بتطبق القانون صح، مش كل الناس اصلا بتعرف انه في قانون بردع. ف يعني باكستان عم تحكي بلد كبير، في عندك نسبه فقر عاليه كثير، المرأة لها دور معين إذا بتخالفه. يعني إحنا مثلا بكل يعني بكل الدول اللي أنا بغطيها معظم الجرائم بتصير عند الطبقة الفقيرة للمتوسطة. نعم. بالباكستان ممكن تصير بالطبقة الغنية. نعم. لأنه عندهم خلص عندهم الشرف عليه زي ما بيقولوا إكس. بس أنا يعني بال 2005 رحت على باكستان شاركت بمؤتمر، ومن قبل هذا المؤتمر في شغل بالباكستان عم بيصير. بس انا برايي انه بسبب كثافه السكان وبسبب الفقر وفي جهل بباكستان، وبعدين عم تحكي مقاطعات كثيره واديان مختلفه، فيعني بده ياخذ وقت. مش رح يعني باكستان مش رح يكون هلا شيء، يعني تيجي تحكي احنا اذا غيرنا القانون بكره رح تنتهي. ما في شيء بالعالم بتغير قانون تنتهي الجريمه بعد سنه. ما يعني هذا يوجد سيده رنا، ولكن بحاجه الى تطبيق صارم. على كل الاحوال شكرا جزيلا لمداخلتك والمعلومات التي قدمتيها، الصحفية والناشطة ومؤلفة كتاب جرائم الشرف رنا الحسيني.